أخي الكريم، يعني لو لم يحصل ما حصل في الأمن القومي العربي والمستوى السياسي الفلسطيني لما استطاع الاحتلال أن يتغول بهذا الشكل، لما استطاع قطعان وسواء بالمستوطنين أن يقتحموا الأقصى بهذا الشكل ولا أن يعوثوا به جسادا، ولما استطاعوا أن يبدأوا انتفاضة في الضفة الغربية فيقتلعون الأشجار والأحجار والزيتون ويحرقون سيارات المواطنين ويقتلون المواطنين، بل يعني ويدوسونهم بالسيارات ويهربون. الآن يعني المبادرة بيد المستوطنين المتطرفين المجرمين. إنما عندما أنت تشاهد الواقع السياسي العربي المهترئ والمتردي وتشاهد نتنياهو غدا في أبو ظبي، يعني يزول العجب. وهنا يعني يكمن السر أن هناك اختراقا صهيونيا في وسط الأمة العربية والإسلامية، نتيجة أن حكام حرصوا على الكراسي أكثر من حرصهم على القدس وعلى الأقصى وعلى المسرى وعلى الأسرى وعلى كل شيء. وبالتالي نحن أمام مرحلة عقيمة جدا، وأمام مرحلة تستوجب استفاقة الضمير للأحرار الأخيار. ويعني سوف يجدون لهم منابر للأحرار عبر أثيركم الطيب، سوف يجدون لهم نصيرا بين أهلهم في كل مكان. سوف لن يبقى المقدسيون وحدهم يعني يعتقلون من داخل منازلهم من أعلى سلطة إلى كل حارس من حراس الأقصى. كل هؤلاء يعتقلون الآن بتغول صهيوني غير مسبوق. نحن نشاهد هذا العدوان الآثم على الأقصى، نشاهد العدوان على كل القدس، نشاهد العدوان على كل أنحاء فلسطين من البحر إلى النهر، عدوان آثم ومتغول وخطير وخطير. نعم. جدا دكتور. نعم دكتور جمال، يعني اللافت أن الشرطة أصبحت أكثر تكثيفا، الشرطة الصهيونية أصبحت أكثر تكثيفا لتواجدها مع المقتحمين، هذا بماذا يفسر؟ نعم يفسر بأن قمة الهرم السياسي الصهيوني منغمسة ومنغرسة في تحقيق أهداف المستوطنين المتطرفين، وأن هذه السلطة هي متورطة في العدوان على الأقصى، وأن هذه السلطة هي جزء من العدوان، وأن هذه السلطة تحاول كسب ود المستوطنين للحصول على أصوات انتخابية. فأصبح الأقصى يعني كيوسف عليه السلام يباع بثمن البخس في سوق النحاسة. الصهاينة اليوم يعني يقدمون هدايا لبعضهم البعض على حساب الأقصى وعلى حساب أهل الأقصى وعلى حساب كل فلسطين. يعني المستوطنون الآن يقودون الحكومة وليس الحكومة تقود المستوطنين. وبالمناسبة لا يوجد لدى الاحتلال مستوطنين وغير مستوطنين، جميعهم مستوطنون متطرفون سواء كانوا بأزياء عسكرية أو أزياء مدنية، هم كلهم تحت نفس الهدف ونفس الغرض. في ظل كل ما يجري، يعني في أي سياق تضع اعتقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة الصبري؟ هنا يكمن الخطر الحقيقي، وهنا نعرف نحن السبب. السبب كل من يقترب ويحاول النهوض بحالة الصمود والصبر والثبات والرباط في باب الرحمة، جزء عزيز جدا لا يتجزأ من مسجد الأقصى المبارك، فسوف يعتقل وسوف يحقق معه وسوف يبعد عن الأقصى. أصبح لدينا قاعدة واضحة جدا، أي أحد يحاول يعني الدفاع عن قضية باب الرحمة المقدسة سوف ينكل به تنكيلا شديدا. هم عرفوا بأن شيخ عكرمة صبري سوف يزور باب الرحمة وسيشارك في ذكرى الإسراء والمعراج، ولهذا السبب يعني أصبح واضح وضوح الشمس من أنهم يستهدفون الذين زاروا المسجد باب الرحمة سابقا المصلى، والذين سوف يزورونه وفي مقدمتهم فضيلة الشيخ رئيس الهيئة الإسلامية العليا الدكتور عكرمة صبري. نعم. هذا شيء يعني أكيد، وسوف نرى غدا مزيد من الاعتقالات. نعم، إذن الخبير في شؤون القدس دكتور جمال عمر كنت ضيفنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا لك.